حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا مستمرين معكم. ضيفنا لهذا اليوم فنان إماراتي من أبناء عروس الساحل الشرقي من مدينة خورفكان. بدأ مشواره الفني منذ نعومة أظفاره، وتتلمذ على يده نخبة من الفنانين، وله بصمات مشرفة، ولا يزال يخط مشواره الفني بفنه المتميز والمتفرد. للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الفنان التشكيلي محمد الأستاد الحمادي. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباحكم الله بالنور، ونقول عيدكم مبارك معنا. كل عام وانتم بخير. حياكم الله، الله يحفظكم يا رب. حياك الله. ما شاء الله، هذا الفن المميز، الفن التشكيلي، يعني يحتاج ذائقة راقية، ويحتاج الفهم العميق في مثل هذا المجال المتميز. كيف دخلت فيه وكيف تميزت فيه؟ حدثنا عن الرحلة، كيف بدأت؟ والله الرحلة طويلة وشاقة، وخلينا نقول مليانة خلينا نقول المطبات، لكن اللي الله أعطاه سبحانه وتعالى موهبة الفن، وعطاه أي موهبة ثانية المفروض يسعى لتحقيق أهدافه من خلالها، وما يوقف عند مطبة أو معوق من المعوقات اللي فيه طريقة بتكون صحيح. فالموهبة بدأت معي طبعا منذ الصغر، ومرينا بمراحل المدرسة وتعرفين، وتشجيع المدرسين وتشجيع الأهل، الوالد الله يرحمه ويغفر له، الله يرحمه. بعدها على جمعية الإمارات الفنون التشكيلية، وكانت في سنة 87 كنت عضو في جمعية الإمارات الفنون التشكيلية، ومعرض أول معرض شخصي كان في جمعية الإمارات الفنون التشكيلية في الشارقة، ومشاوير كانت من خورفكان للجمعية على أساس نأخذ الدورات الفنية هاي الصيفية. نعم. أول معرض كان الشيخ خالد بن محمد بن خالد القاسمي أتذكر، الله يرحمه ويغفر له. بعدها طبعا انتقلنا على جامعة الإمارات، وأيضا قابلنا الفنان محمد عزيز الخاني الله يذكره بالخير. بعدها انتقلت على مثل ما تقول مشاركة في المعارض المحلية، بينالي الشارقة، سفرة إلى أمريكا، دراسة الفن، فن الجرافيك ديزاين، والاطلاع على المتاحف الموجودة في أمريكا، واشنطن دي سي بالذات. بعدها العودة للوطن، وتقلد مثلا مهام الإشراف الفني على مجلد درع الوطن في القوات المسلحة. بعدها على يعني مشاوير طويلة عريضة ما شاء الله، لكن في النهاية أنت تبغي توصل إلى شخصية خاصة بالفنان التشكيلي الإماراتي، وهذا اللي يبحث عنه كل فنان حقيقة. أن يكون شخصية مستقلة بذاته، له فكرة، له إنتاجه، له إبداعه، ما يكون مقلد. لذلك مريت بكل المراحل، مريت أنا في البداية بالمرحلة السريالية، بعدها رجعت على الواقعية، بعدها دخلنا في الأمور خلينا نقول الفن الواقعي. نعم. المفاهيمي، المودرن آرت أو الفن الحديث. لما وصلنا إلى مرحلة اكتشاف فن خاص بمحمد الأستاذ اللي هو سميناه فن دانات الشواطئ. هذه البصمة الخاصة، هذه البصمة الخاصة لمحمد الأستاذ، وتعتبر أيضا إضافة فنية لعالم الفنون تسجل للإمارات قبل ما تسجل لمحمد الأستاذ. ما شاء الله. أستاذ محمد، يعني هذا الشغف والفن متى ولد في نفسك؟ هل الطفولة لها علاقة؟ هل المدرسة لها علاقة؟ كيف ولد هذا الفن والشغف؟ والله شوفي، كون محمد الأستاذ هو ابن النوخذة عبد الله الأستاذ، ومحمد الأستاذ اللي هو جدي الله يغفر له ويرحمه كان هو نجار، كان هو صانع سفن. صناع السفن أو النجارين هم فنانين أصلاً. صحيح. فنانين نحت، فنانين بناء سفن. أنا أخذت جزء بسيط جداً من الفن هذا أو الثقافة هذه، ألا وهي الرسم. فتطورت معي مثل ما قلت من المدرسة لين الجامعة إلى أمريكا إلى العودة هني، إلى الشغل المستمر على نفسك أنت، تعليم الذات نفسه، إلى دورات فنية أخذتها هني وهناك، والإطلاع بالكتب، المجلات، الإنترنت، تثقيف الذات والتعليم واكتساب المهارات الشخصية. أنت أيضا قمت أعطي دورات في الفن التشكيلي، في الرسم، رسم البورتريهات، رسم الطبيعة الصامتة، رسم الخيول، البحر، وأيضا دورات فنية في ورش فنية خاصة في فن دانات الشواطئ. ما شاء الله. فكون الشغف موجود، وحب التميز موجود، والتنافس الشريف موجود، والإصرار موجود، فصدقيني راح توصل لهدفك مهما كانت المعوقات قدامك. صحيح. دائما هو الشغف هو الوقود. صح. الذي يدفع الفنان للبذل والعطاء والانطلاق دائما بحماس. صحيح. بشكل يومي.
مدينة خورفكان، المدينة هاي الجميلة الهادئة ببحرها الأزرق وجبالها الممتدة ما شاء الله، والنخيل المتناثرة في شوارعها المتميزة، هذا الجمال الأخاذ في هذه المدينة الهادئة والراقية كيف أثر على فنك؟ منذ البداية طبعا كانت البداية على شواطئ خورفكان، دائما يقول لك الفنان ابن بيئته، سواء صحيح. بحرية ولا برية ولا جبلية ولا الإنسان اللي عايش في المدينة نفسها، كل خلينا نقول البيئة تأثر على الفنان نفسه. لذلك كانت بداياتي كانت مع البحر، مع السفن، مع نوارس والأمور هذه والقواقع، حتى الشنيوب كان له مكان عندي في لوحة من لوحات إن شاء الله. الصيادين، السفن، الصيد، الأمور هذه كانت طبعا تستهويني لأنها هي تأثر فيك. البحر يعلمك، السيف يعلمك، المجتمع صحيح يعلمك، الناس اللي حواليك يعلمونك. لذلك كانت بداياتي على شاطئ خورفكان، ومثل ما تفضلتي ان الالوان الازرق، البحر، السفن، فها كان التاثير. بعدها لما تنتقل من بيئه الى بيئه، اكيد كونك انت فنان، والفنان دائما شديد الملاحظه، كثير التامل، والتامل مثل ما انا دائما اوصي فيها ان في شيء اسمه فن التأمل أو الاختزال البصري أو التمعن في هذه الأشياء، نتعلم منها. لذلك كنا أي بيئة ننتقل فيها أو أي حدث حتى حولك تتأمل فيه، تبتدي تطلع مشاعرك، تبتدي تطلع اللوحات اللي تحس فيها، تحاول تنقلها للجمهور كرسائل على شكل لوحات فنية. نعم أستاذ محمد، هذه اللوحات الفنية الجميلة خلفها حكايات، خلفها مثل ما ذكرت رسائل، خلفها توثيق للحظة معينة، خلفها مثلا رسالة لأن هذه البلد بهذه الصورة وهذه المنطقة بهذه الصورة، وتوثيق لحضورك لبلد أخرى معين، السفر لنقطة معينة. حدثنا عن هذه الحكايات التي تقف خلف كل لوحة. مثل ما قلت في البداية عندي الكثير من الحكايات، يعني حتى حرب الخليج كان لها تأثير علي وأنا صغير، فرسمت أيضا لوحة حرب الخليج، رسمت لوحة الكويت تثور أو ثورة الكويت، رسمت عن القضية الفلسطينية، رسمت عن حال الوطن العربي في لوحة أمجاد يا عرب، هالكلام كان في 87 أو 89 حتى. وأجمل اللوحات اللي هي أقربها إلى نفسي لما صورت أو رسمت لوحة شموخ الوطن اللي كانت تمثل الموقف التاريخي القوي لدولة الإمارات ضد عدوان اللي صار في اليمن وسلب خلينا نقول حقوق الناس هناك، وطبعا الحرب أو خلينا نقول التضامن الخليجي هذا كان في حرب اليمن لرد الحق لأصحابه، كان متمثل طبعا هذا القرار في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويديمه إن شاء الله ويعطيه الصحة والعافية. طبعا كانت اللوحة شموخ الوطن هو القرار هذا متمثل في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد. نعم إذا كانت اللوحة يعني فيها الشيخ محمد ونظرته إلى خارج الإطار، وأيضا كانت موجودة جزئية في اللوحة أن أحد القادة كان يحمل علم دولتنا على قمة جبل، وهذا كان وعد القائد اللي أسرت شهيد أن بكرة راح نرفع علم دولة الإمارات على سد مأرب، وهذا طبعا قرار صحيح وتم. عكست وطنيتك من خلال هذه اللوحة. لكل فنان أستاذ محمد شخص ملهم، شخص خصوصا يمكن في بداياته في منذ انطلاقته، يعني يكون له شخص يطمح أن يصل لمثل مثلا هذا المستوى أو أن يبدع أو أن يترك بصمة، من كان الملهم بالنسبة لك؟ حقيقة ثقافيا وعلميا كان صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسمي الله يحفظه، لأنه قارئ جدا ومتعمق في هالأمور هاي الثقافية، وأيضا يمكن أكبر داعم حق الحركة التشكيلية في دولة الإمارات إن لم تكن في الإمارات بشكلها. صحيح. كذلك قياديا وإداريا كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان، واعتبر أحد أبنائه يعني. نعم. فنيا ممكن نقول كان مو متأثرا، ما تأثر بالفن، ولكن كان تعجبني أيضا أساليب رامبرانت، سلفادور دالي، الحركة التشكيلية أو الحركة السريالية كانت. لكن تأثرنا فيهم لا، لأن أنا أؤمن أن كل فنان
ممكن يشوف لكن ويبني على تقنيات غيره، لكن في النهاية لازم يكون الشخصية الخاصة فيه لبصمته الخاصة وله كن أنت ولا تكن غيرك. صحيح، يعني عدم التقليد ولكن الإبداع والابتكار في هذا المجال حتى يترك بصمة. صحيح. ويكون له اسم ومكان متميز. انضممت لجمعية الإمارات للفنون عام 87 تقريبا. صحيح. حدثنا عن رحلتك في هذه الجمعية وما الذي أضافته لك، وكيف يعني غيرت مجرى اهتماماتك في هذا المجال؟ شوفي، قلت لك أنا الشغف يقودك إلى تحقيق أمنياتك. نعم. أنا كنت في خرفة، كان ما عندنا خلينا نقول مراكز متخصصة في تعليم الرسم، كان عندنا جمعية الإمارات الفنون التشكيلية واشتركت فيها كعضو سنة 87، وكان المدرسين مالي الله يغفر له أستاذ حسن شريف والأستاذ ياسر دويك، وكان السيد عبد الرحيم سالم ومحمد يوسف أيضا موجودين. فمن يومها ابتديت عاد اتعلم مو بس الرسم، اتعلم وين تشتري المواد. صحيح. شو الالوان المستخدمه، شو الوان الووتر كلر، شو الاويل، اسرار المهنه، اسرار المهنه، تفاصيل وتفاصيل الطبخه بشكل عام يعني. نعم. وين تشارك الجمعيه جزاهم الله خير استاذ محمد يوسف عبد الرحيم سالم، الجيل المؤسس هم اللي خذوا بيدنا، هم اللي قالوا احنا نرسم ما نعرف كيف نشارك في المعارض، هم كانوا ياخذون اللوحات يشاركون فيها باسمنا، هم اللي كانوا يبنون لنا السي في للناس المبتدئين. السيرة الذاتية. السيرة الذاتية، المشاركات، التواصل مع الفنانين، معرفة باقي الفنانين، خلينا نقول النولج شيرنج أو تبادل الثقافة، تبادل الخبرات والمعرفة. الخبرات. نعم. التكنيك أو الستايل. بالحديث عن هذه المعارض أستاذ محمد، يعني شاركت في العديد من المعارض المتنوعة، حدثنا عن هذه الرحلة منذ أول معرض لك، أكيد بالتأكيد هو كان ربما نقطة انطلاقة وعلامة فارقة. كيف كان شعورك عندما شاركت في أول معرض؟ أول معرض كان معرض شخصي سويته في جمعية الإمارات الفنون التشكيلية، وكان الأعداد الأعضاء جدا قليل، يعني يمكن 5-7 اللي حضور اليوم الحضور يعني. فأنا يومها أول مرة سوي معرض، المفروض فيه شخصية افتتاحية تيجي، فكنا ننطر الشيخ محمد بن خالد القاسمي، أو أظن الشيخ محمد بن خالد القاسمي، فكان هو رئيس الجمعية الفخري، وأنا كنت أنطر واقف عند الباب على أساس أن أنطر الضيف هذا عشان أفضله داخل. نعم. فأنا أشوف رنج أظن رقم 12 و15 كان، وقاعد أنطر شوي، يعني محمد يوسف يقول لي محمد يلا بنفتتح المال، قلت الشيخ ما يا الحين، كان يقول غرب الله إبليسك متوهقنا، الشيخ دخل قدامك أنت ما تعرفه وش كانت في ربكة يعني في الموضوع أنت ما كنت مركز ولا ملاحظ. محمد أستاذ، وكانت انطلاقتي من جمعية الإمارات، انطلاقة حقيقية من جمعية الإمارات الفنون التشكيلية، بعدها طبعا من جامعة الإمارات ومن مرسم الفنون التشكيلية في جامعة الإمارات، ابتدت المعارض، معارض البلدية، معارض ما شاء الله الإمارات، والبينالي كان الشارقة، كانت الجمعية تبعث أعمال الفنانين المشاركين إلى دول خليجية، إلى دول خلينا نقول إقليميا وعالميا. أذكر سنة 90 شاركت أيضا في معرض الجي سي سي واللي هو معرض شباب مجلس التعاون، ولله الحمد فزت، اخذت الاول فيها يومها. ما شاء الله. هي نعم، كان بلوحات العجوز والبحر اتذكرها يعني. ما شاء الله، دائما ما تظهر هذه الابداعات في اماره الشارقه التي هي يعني ما شاء الله توفر هذه البيئه وتوفر كل ما يحتاجه الفنان، وتوفر الدعم وتوفر ما شاء الله يعني سبل النجاح كافه. فيعني الواحد صاحب الموهبة، الشخص صاحب الموهبة ما عنده عذر أن يبدع بهذه الموهبة. أبداً. ما عنده عذر، ما شاء الله كل هذه الأمور متوفرة من الداعم أبداً. الأكبر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه، يعني في كل مجالات الفنون، منها الكتاب، منها مثل ما ذكرت الفن التشكيلي. صحيح. يعني الجمعيات المنتشرة وهذه المعارض والمهرجانات الفنية. حالياً لك معرض مشارك كذلك بلوحات مميزة. صحيح. وحدثنا عن هذا المعرض وما آخر لوحاتك وإبداعاتك. المعرض هذا الحين يمكن الشخصي ما أدري يمكن 40 أو 50، لكن وايد مهم في مسيرة محمد الأستاذ، لأنه قام بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهذا كل 6 شهور يقام معرض من الفنانين من الجيل الصدارة،
فأنا من شهر 3 لين نهاية 8 إن شاء الله بيكون هذا المعرض قائم إلى الآن بعنوان منظور آخر لمحمد الأستاذ. في هذا المعرض راح تلاقون كل المحطات اللي مر فيها محمد الأستاذ. ما شاء الله. من بداية الواقعية للسريالية إلى خلينا نقول الفن المعاصر إلى اكتشاف فن دانات الشواطئ اللي ابتديت فيه من سنة 98. يعني بنكمل الحين تقريبا 22 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله، ذكرت جملة جميلة، الفنانين من الصدارة، المؤسسين ربما أو المؤسسين مثل ما ذكرت، يعني ما هو الدور لهؤلاء المؤسسين؟ ما هو الدور للفنانين أصحاب من الصدارة في هذا المجال المتميزين أصحاب البسمة؟ ما هو دورهم تجاه الشباب الواعدين الطاقات الشبابية المبتدئة؟ أنا شخصياً أحس كل فنان من جيل الصدارة يقع على عاتقه طبعاً خلينا نقول الإفادة للجيل القادم. يعني ما يقول والله أنا بس أنطر تلفزيون يسوي معي مقابلة أو جهة حكومية يعني تناديني على أساس أعطي دورة أو ورشة. أنا بالعكس أتمنى أنهم، أنا خطيت أول خطوة لما سويت جاليري محمد الأستاذ أو محمد الأستاذ الأعمال الفنية في مدينة خرفكان في قلب الجائحة، جائحة الكورونا. فلما فتحت الجاليري هذا كان الأساس أنه شو؟ أني أهتم بالجيل القادم، بجيل الدولة هني، أبنائنا بناتنا من عندهم الهوايات. نعم. كانوا يدخلون عندي ناس ما يعرفون اللوحة شو معناتها لوحة، ما يعرفون شو ألوان أكريلك، شو يعني ألوان زيتية. أنا هذا الشخص لما يدخل عندي في الجاليري أهم من الشخص اللي يشتري، لأن هذا الشخص اليوم بصحح له معلومة أو بضيف له معلومة، يا يتعلم ويا يتعلم، لأن كنت اليوم موجود باكر رايح. فحلو جدا أنك تترك أثر، أثر طيب، أثر يتبعه الجيل القادم في مجال الفن التشكيلي، بغض النظر عن أسلوبك في الناس، سواء تجريدي ولا كنت مفاهيمي ولا كنت واقعي ولا غيره وغيره. أتمنى أن كل فنان من الإمارات أن يكون عنده جاليري، يكون عنده مرسم، يكون عنده مثلا متحفة الخاص فيه، يبتدون يدخلون أو يتعاونون حتى مع المؤسسات في تعليم الجيل الجديد. طبعا بعض المؤسسات نعم تستقطب هؤلاء الفنانين لإعطاء ورش، لكن هذه الورش ما تكفي. نعم. المفروض أن يكون فيه، وأنا من زمان كنت أطالب بالمتحف الوطني للفنون التشكيلية، الآن أطالب كل فنان على قدر استطاعته أن يكون عنده متحف أو جاليري خاص فيه. الآن مثلا من ضمن الأشياء اللي فعلا أريد أشيد فيها والله لا هي دعاية ولا شيء، يعني في آرت تاور اللي سووا فيه، سواه الدكتور فيصل علي موسى من فام القابضة، برج كامل اسمه آرت تاور اللي هو برج الفنون. هذا البرج فيه تقريبا 72 من اعمال اخوك محمد الاستاذ وكلها اصليه. تحت راح يكون في جاليري. الروف مقترح ايضا ان يكون فيه معرض لعرض الاعمال الفنيه، كل شهر ممكن فنان من الفنانين الدوله او موهوب يعرض اعماله، يمكن يكون في مقابل شيء رمزي شيء كذا، لكن هذا البرج رغم انه تجاري لكن يستقطب الفئات الموهوبين والفنانين المتميزين، وايضا يساهم مجتمعيا وثقافيا وفنيا في تنمية هالأمور هذه في الشارقة والدولة بشكل عام. نعم. وفي النهاية زكاة العلم تعليمه. نعم. نعم. هذه بالنسبة لمشاركاتك داخل الدولة بشكل محلي، ماذا عن مشاركاتك الخارجية؟ هل لك مشاركات خارجية؟ شوفي تقريبا خارج أيام كنت أنا في أمريكا يمكن شاركت فوق أكثر من 20 فن، أكثر 20 معرض شخصي فيه خاص فيني أنا. ما شاء الله. وشاركت أيضا فيه، وهذه النقطة وايد أبي أركز عليها، أن أجيالكم لازم تعتنون فيها، تبنون لهم السي في أو السيرة الذاتية. أنا خالد ولدي المهندس خالد فنان وتشكيلي ومهندس الآن، عمره سنتين أنا كنت أجمع ألوانه والشخابيط على قولتهم يسمونها، وأحط له أهيئ له البيئة الرسم بدل ما يشخبط على الطوفة يشخبط على الأوراق. فأعمال الفنية كنت أحتفظ فيها وسويت له معرض معاي هو عمره سنتين. فالآن لما يقول لخالد مثلا انت متى سويت اول معرض؟ يقول لهم انا عندي سنتين. ما شاء الله. ويوريهم الصور ماله وهو لابس، تعرفين تعزز من ثقته في نفسه وتعطي المجال للابداع. تبني له يعني. تبني له تاريخ. صحيح. تبني له سي في، احنا ابواتنا واجدادنا ما كانوا يعرفون شو بيصير بعدين. ما يعرفون ان الطفل وهو عمره يسوي اشياء الشخبطه هذه، يوم من الايام ممكن يكون عنده متحف خاص وهذه تعتبر من الأثر أو التاريخ بداية الفنان هذا. لذلك أنا أيضا أقول ابنوا لأبنائكم السي في مالهم أو خلينا نقول
الملف الفني لهم. نعم. بشكل سريع أستاذ محمد، كذلك شاركت مجال تلفزيوني باختصار، يعني عطنا للسادة المشاهدين يعني عن تجربتك هذه في المجال التلفزيوني. المجال التلفزيوني طال عمرك كأنتجنا أو صورت كفنان تشكيلي برنامج في عيونهم من إنتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، يبث في قناة الشرقية بتلفزيون كلبة. وكنت أتوقع أنه بس 15 حلقة 30 حلقة بس، لكن ولله الحمد شفنا لا، البرنامج الجمهور كان يباه وناجح، وصلنا إلى الآن 130 حلقة ما شاء الله. نعم، وكان تسجيلها بين الوديان فوق قمم الجبال على الشطآن، بالصيف بالشتاء ما عندنا مشكلة، بس البرنامج جدا هادف لأنه كان برنامج ثقافي ترويجي للمدينة، سياحي توعوي وفني أيضا. نعم، ومن خلال استطعت إيصال هذا العلم والمعلومة لكل المهتمين في هذا المجال، وسعدنا بالحديث معك اليوم، وشاكرين حضورك ومشاركتك معنا. نتمنى لك كل التوفيق بإذن الله. كل الشكر والتقدير الفنان التشكيلي محمد الأستاذ الحمادي. شكرا جزيلا. الله يحفظكم يا ربي، والله يديم عليكم. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج صباح الشارقة لهذا اليوم. نشكركم لحسن المتابعة، في أمان الله.